صباح الخير. أنا برأيي إنه الناس عليها تلتزم الوعي، هي فترة وبتعدي، يعني فترة صعبة، بس إن شاء الله بتعدي على خير، وبتمنى الخير لهالبلد وأهل البلد، ما فيني بحكي أكثر من هيك. صباح الخير، بتمنى نتباعد عن بعض وبلا هالمصافحة، خلاص سلام وعلى الماشي. هلق هي بدها كتير الواحد يكون حامي حاله، لأنه مثل ما شايفين في كتير عشقة وما بيكون في كتير التزام، يعني الواحد بيحمي حاله بإيده. شغله مو مسحه الكورونا، يعني الناس مستهتره كثير بالموضوع، فبنصح كل العالم الكمامات، غسيل متكرر على طول بالصابون، النظافه، عدم الاحتكاك، التباعد. صباح الخير. الاهتمام بالآخرين والحصول عليه منهم هي حاجة نفسية بتحسسنا بالأمان والثقة وبتقدم لنا الدعم يلي بنحتاجه، فكتير مهم بهالفترة يكون موجود الاهتمام بحياتنا لحتى كل شيء يكون منيح ونخفف عن حالنا شوي من الضغوط يلي عايشينها كل يوم. صباح الخير ورد. صباح الخير يا رنا، الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك. وأنا كمان. وصباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة سما الفضائية. مثل ما ذكرتي يا رنا، كتير مهم نلاقي حدا يهتم فينا ونهتم فيه ويمشي بشغلات نحن بنحتاجها منه، إن كان بعائلتنا وبرفقاتنا بشغلنا، ونحن يومياً بنهتم بتقديم كل التفاصيل أكيد يلي بتهم أفراد الأسرة السورية وكل الناس اللي عم يتابعونا، ومنكون حريصين على تقديم أطباق شهية بتساعد ست البيت في حال احتارت شو ممكن تحضر لعائلتها من أطباق على الغداء. شيف حسن صار جاهز معنا ليعطينا أفكار لليوم. صباح الخير يا شيف. يسعد صباحك ورد. صباحك خير شيف. يسعد صباحك رنا. أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. شو محضر لنا لليوم؟ الله يسلمك. شو محضر لنا أكلة؟ اليوم مساويين شوربة منستروني طليانية، أكلة شوربة إيطالية، ودائماً حنساوي فتة دجاج. فتة دجاج بس. أوكي. بالطريقة شوية على مصرية بس طيبة بتطلع. أوكي. يعني مغيرين شوي بالطريقة بس إنه فتة دجاج بالنهاية. تمام. رح نضم لك أكيد بعد شوي شيف لحتى نشوف كيف طريقة الشغل والمقادير. وبلشنا نحن الحلقة ورد عم نحكي أكيد عن الاهتمام وقديش مهم، وبيقولوا إذا أردت الحب فتعلم الاهتمام أولا. الاهتمام بيخلي يمكن القلوب تقرب من بعضها، وبيزيد أيضا من محبة الناس لبعض، والعلاقات العاطفية الخالية من الحب بيكون فيها أكيد فجوة، وبيكون أكيد هذا الشيء سبب ليصير في خلافات ومشاكل كثيره بين الشريكين. صح يا رنا، بس في شغله انه الاهتمام لا يطلب. طبعا. يعني كثير صعب انه والله انت ما عم تهتمي فيني فاهتمي فيني، بتقول له اوكي من بكره ببلش اهتم فيك. هذا الموضوع بيصير ما بيمشي الحال. قضاء واجب، بيصير انه شيء مفروض علي وانا عم قوم فيه، فهذا موضوع شائك. ولكن ممكن صبيه او شاب يجيهم اهتمام من شخص خطا، يعني الشخص يلي بدهم اياه او عاجبهم او حابينه، مثلا حابين هذا الشخص يهتم فينا ما بيهتم فينا. بالمقابل شخص ما بدهم اياه وغير مناسب لإلهم بيقدم كل انواع الولاء والطاعه والاهتمام حتى بأدق التفاصيل. صحيح. يعني قديش هي القصة كتير بنسمعها من ناس عن جد بيقولوا كل شيء بالضبط، يعني الشخص صح. اللي بدنا اياه يمكن يحبنا ويهتم فينا ما بيهتم، والعكس صحيح، بيكون في ناس منين عم يعطوا بدون مقابل وعم يهتموا كتير. هذا الموضوع رح نتناقش فيه بحلقة اليوم من خلال سؤال بيقول كيف بتتصرف في حال حصلت على الاهتمام من الشخص الخطأ، وشو الأهم، الاهتمام ولا الحب من وجهة نظركم؟ رح نسمع أكيد الناس شو قالوا لكاميرا صباح الخير عن هالموضوع وكيف كانت تعليقاتهم على البوست. بيقول الاهتمام أهم من الحب، شو رأيك بالعبارة؟ برأيي الحب كله هو عبارة عن اهتمام، يعني شيء أساسي بالحب هو الاهتمام. أكيد في ناس يعني بتحتاج الاهتمام أكثر ما بتحتاج الحب، يعني لا الحب أهم. يعني الاهتمام صادق أكثر، الحب هالأيام ما صار شيء تجاري، صار شيء هيك يعني كرمال المصلحة يحكوا بالحب. نفس الشيء، أكيد أي حب بده اهتمام. وإذا جاك اهتمام بس من شخص غلط كيف تتصرفي معه؟ بعتذر منه. ممكن اهتمامه الزايد يخليك تقربي منه؟ إيه ممكن كصديق، ممكن اي شيء، ليش لا؟ يعني بتعطيه شويه امان. ايه ليش لا؟ دغري بوقف من الاول، دغري بحط حد. ما بتصرف شيء، يعني بفهمه انه هو مو الشخص المناسب لانه طالب الاهتمام منه، يعني يفضل انه اعرفه من البدايه انه لا. هلا اكيد بعطيه قيمته لهذا الشخص، لانه انا بشكل عام على المستوى الشخصي انا بقدر الاهتمام وبفضل انه باي علاقه لازم يكون في اهتمام. راح احط حد لانه ما راح يعني ورطه معي، خليه يزيد اهتمامه وانا بزيد رفضه هيك شيء.
يسعد اوقاتكم عن جديد. رنا صارت جاهزه مع الشيف حسن ابو السرور ليبلشوا الطبقين يلي خبرنا عنهم ببدايه الحلقه. تفضلي يا رنا. شكرا ورد. انضميت اكيد للشيف لحتى نشوف كيف رح نعمل اليوم الاكلات. طبعا اول ما فتت دغري قلت له شيف شو اسمها الشوربه؟ مينستروني. لا عملت لي اياها هيك طريقه ثانيه. مينستروني مثل ايطالي. هي بالايطالي. اوكي هلا اسمها صعب شوي بس رح نحكي هلا على المكونات ونخبر مشاهدينا شو المكونات اللي بنحتاجها. هلا اول شيء حنبلش بمكونات الشوربه. عنا تقريبا 200 لحمه او 100 ونص لحمه مفرومه. هلا بلش انا تقليتها مشان نكسب الوقت. تمام. هلا اللي تعمل لحالها او مع بصل؟ لا هلا بدي اضيف البصل. هلا بدي اضيف البصل. عندنا بصل مفرومه، عندنا جزر مفروم، عندنا بندورايتين مفرومين، عندنا عصير بندوره، عندنا حوالي بين الكاسه والكاستين معكرونه بنشوف قديش حنحتاج. تمام. وزيت نباتي، طبعا استخدمت زيت نباتي مشان اقلي اللحمه. عندنا عصير بندوره حوالي تقريبا شيء كيلو، عندنا جبنه مبشوره، عندنا ملح، عندنا فلفل اسود، عندنا 2 مكعب دجاج، عندنا ورق غار. تمام هاي المكونات. طيب بلشنا هلا باللحمه. تمام هلا بلشنا باول شيء باللحمه. حنحط قلينا اللحمه نحن هون. هلا بس لنقوا النار. هلا بنحط البصل علي عليها. اوكي نبلش نقلي البصل مع شو بدي اخبر المشاهدين على ريحه البصل واللحمه من الصبح. تمام. لا بس الله ريحة حلوة. لا ريحه حلوه اكيد بس قصدي الواحد هيك من الصبح ريحه الطبخ. انتم متعودين شايف. يعني ما عندكم مشكله. تمام. طيب هلا قلينا هون اللحمه والبصل، ليش عنا الطنجره الثانيه؟ شو حنعمل الطنجره الثانيه؟ حنقول مكونات فتت الدجاج. حنبلش بالاكله الثانيه. اوكي مكونات الدجاج الفتت الدجاج عنا عنا تقريبا صدر او صدر ونص دجاج مقطع مكعبات. تمام. عنا بصل مفرومه، عنا بالنسبة للبهارات عنا حبتين لومي، عنا ورق غار، عنا فلفل أبيض، عنا هيل، عنا قرنفل، عنا ملح. أوكي. وبدنا نقلي خبز وبدنا نساوي تقريبا كاستين رز نطبخهم مع شوية زيت. أوكي. وبالنسبة للصلصة تبع الشوربة عنا تقريبا حوالي شي كيلو لبن، عنا شي 4 معالق طحينة، عنا صوص عصير حامض، وعنا تقريبا شي 4 أسنان أو 5 أسنان ثوم. تمام. عندي سؤالين شيف سريعين. الحامض نحن فينا مثلا نستعيد عن الحامض العادي يعني الليمون العادي مثلا بحصرهم او بهيك شيء؟ اكيد انا هم مستعين بحصرهم. انا تمام. مستعين بحصرهم عشان ما عم يستخدموا. تمام قلنا حامض. كثير في ناس عم يستخدموا الحصرهم وعلى فكره كثير طعمته طيبه. تمام. يعني عم يطلع الرز القصير كيف ما بيخبص؟ بدك تقللي له مي. نقلل له مي. اوكي هي يعني انا بحس عقدة كل هيك الصبايا الصغار اللي بس يبلشوا يتعلموا طبخ انه الرز القصير ولا تنقعي كثير بس نص ساعه بمي بارده. نص ساعه بمي بارده وما نكتر له مي؟ لا ما تكتر له مي. بالعكس يعني انا بفكر بالعكس انه لازم كتر مي لحتى يصير اسرع. اوكي هلا هون عم نقلي البصله مع اللحمه. رجعنا هون بلشت انا بالنسبه لفتت الدجاج بالبصل. حنستعمل طريقه مختلفه من هون شوي بسلق الدجاج. حنقلي البصله الناعمه ونقلي الدجاج بعدين نضيف لهم المي ونحط لهم البهارات. تمام. اوكي تمام. هلا هون حنضيف الجزر فوق الشوربه. اوكي مشان ما نخربط نحط الجزر مع الدجاج. تمام. الجزر مع الشوربه. هلا هم مضطرين نشتغل بالطبختين سوا مشان الوقت نكسر شويه وقت. نحن سؤال من قلي اول شيء البصل ومن قلي الدجاجات تقلايه بعدين بنزيد المي ليبيضوا شوي. تمام الدجاجات. اوكي بعدين بنزيد المي مثل ما قلنا والبهارات. يستحسن هو انه تاخذ لون اكثر من ما انه بس نقلي تقلايه. تمام يعني تاخذ شوي لون الدجاج بيمشي الحال. تمام هلا هي الشوربه مكوناتها شوي البصله حتكون مو كثير دايبه ولا جزر دايب، هي يعني حتستوي نفسها بيكونوا واضحين شوي بقلبها. حنضيف البندوره المقطعه. تمام وحنضيف بقى البهارات، عندنا ورق الغار. شايف هدول الورقات اخر شيء بتشيلهم؟ ايه طبعا. ايه لانه يعني بحس انه تمام. عنا مكعبات مرق الدجاج عشان ما ينتسوا مثلا بقلب الشوربه يطلع على لا بيبينوا هن احنا ورقه الغار اكيد واضحه يعني. والفلفل الاسود. نحركهم بس تقليبه مع بعض. تمام. الجبنه امتى بنضيفها؟ الجبنه اخر شيء اخر شيء على الوش بنحطها بس اخر شيء. ضل عنا الملح وعصير البندوره وال المعكرونة الصغيرة. المعكرونة آخر شيء كمان بنحطها بتبلش بقى تبلش تستوي كل المكونات بنحطها وطبعا نحن حنضيف مي نحن بالأخير لأنه المعكرونة حتغب الصوص تبع البندورة بدنا نضيف لها نضيف مي. المعكرونة كثير بتغب كأنه صوص إن كان أحمر أو أبيض دائما بنشوف كثير بيروح الصوص على السريع. تمام.
يعني ما بيضل. هلا هي بالنسبه للبهارات الشوربه تقريبا جاهزه، حنضيف هنا صوص البندوره. انا مصره انه هذا بطيخ شيف، مو اول ما فتت له شيف حنشو انه عم يقول شوربه، عم قال لي عصير بطيخ اليوم، طلع عصير بطيخ لانه كثير كثير لونها فاتحه البندوره، عم يطلع عن جد طالع مثل سلاش البطيخ. بنسال لكم اياها شي يوم نطبخ لكم شوربه او اكله بالبطيخه نفسها. اكله بالبطيخه نفسها او بصير. خلص حمسنا للشيف ليعمل فكره جديده. بس المشكله هون نحن عندنا التقاليد ما بتتقبلها العالم كثير. ايه يعني هيك غريبه شوي. تمام. قصدك انت بقلب البطيخه نقدم شيء يعني؟ لا شوي نطبخ الطبخه كلياتها بالفرن بالوسط البطيخه. اوه اوكي. مشان هيك عم بقول لك شفتي شلون انت قلتي هيك؟ يعني لانه غريبه شوي. انه تكون كثير ظابطه يعني. حنبلش نضيف الدجاج. سنقين هال كتروا الصحون. كتروا طبعا يعني يمكن اغلى شيء على ست البيت هو غير الطبخ هي جليه الطبخ، يعني الجلي اللي بيطلع مع الطبخ هي كارثه. تمام. لا خلص بين هلا انه بندوره. بينت انه بندوره. بين انه بندوره. يعني بنقلها بس نضطر على هاد راس اصغر شوي. هذا صغير الراس. بدلنا. تمام. اوكي رح نذكر شوي، نحن عم نعمل شوربه ايطاليه اسمها مينستروني. اوكي خبرنا الشيف اكيد على المكونات، مثل ما قلنا حطينا اول شيء بصل. بصل ذكرني، لحمه ولحمه وجزر وحطينا بندوره مقطعه وعصير بندوره وورق غار وملح وفلفل ومكعبات مرق دجاج. ورقتين الغار هدول اهم شيء اللي نشيلهم اخر شيء. تمام. هلا بلشنا كمان باكله فتة الدجاج، حطينا البصل هلا قليناه. تمام. هلا عم نقلي كمان الدجاجات مثل ما قلنا لياخذوا شويه لون. تمام بس ياخذوا شويه لون بعدين بنزيد المي. بنزيد المي. هلا بدنا كمان مثل ما قلنا خلينا نبلش كمان شوي بالرز، خلينا اذا بدكم نعجل شوي لانه ما ضل معنا كثير وقت. حنورجي الرز كيف حنعمله. الرز مجرد انه نحط شويه زيت نباتي بالطنجره. تمام. تمام وبدنا نحط الرز ده طبعا مغسول ومنقوع. تمام. منقوع نص ساعه بمي بارده وغسلناه منيح عشان تروح هي المي البيضاء اللي بتطلع من الرز. تمام. دائما بسال حالي هذا السؤال انه اذا ما غسلنا الرز شو بيصير؟ بيصير شيء ولا لا؟ انه عادي؟ لا بيصير بيخبص. بيخبص اكثر. اوكي. طيب شايف نحن اكيد رح نضم لك نرجع بعد شوي أكيد. ونرجع نشوف اكماله تحضير الاكله كيف رح تكون المراحل وتخبرنا شو عملت أكيد. شكرا كثير لك شايف. شكراً. انا رح ارجع لعند ورد. شكراً. اهلا وسهلا يا رنا. شكراً. بالحامل والمحمول لازم هلا نقول. هلا لسه هلا ما في محمول. شكرا يا شيف حسن. كمان رح نروح لشيء كمان بهم كل افراد الاسره اللي عم يتابعونا وخاصة ست البيت اللي بتحتار كيف بدها تتعامل مع اطفالها بهالايام، رغم انه الدراسات العالميه قالت انه الاطفال هن اقل تاثرا بفيروس كورونا وما له كثير اثار صحيه على جسمهم، ولكن ايضا الفيروس اثر على نفسيه الاطفال، فالاطفال اضطروا يقعدوا مع اهاليهم بالبيت. صح. وفي اجماع من الخبراء على الضرر النفسي يلي الحقه هالفيروس بابنائنا بظل الحجر يلي شهدناه بالفتره الماضيه وتوقف المدارس وجلوس الوالدين بالبيت اغلب الوقت وعدم ذهابهم للعمل الا للضروره القصوى. صحيح. يعني بالفقره القادمه ورد رح نحكي بالنسبه للاطفال، اكيد هي المرحله هي ما رح تشبه اي فتره مروا فيها، يمكن المرحله الجايه مع عوده المدارس وانتشار جائحه كورونا كيف رح يصير شكل حياتهم وشو هو دور الاهل بتوضيح التغيرات بشكل حياه لاطفالهم. رح نحكي اكثر عن هالموضوع، وصارت معنا الاختصاصيه التربويه مي سيحاوي لحتى تخبرنا اكثر عن هالموضوع. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه اطفالنا شئنا ام ابينا تاثروا بجائحه كورونا بالاخبار اللي عم يشوفوها على التلفزيون، بالاخبار اللي عم يسمعوها من اهاليهم انه فلان انصاب وفلان تعافى وفلان توفى ببعض الاحيان، الله يرحم الجميع. كيف اثرت هالجائحه نفسيا على الاطفال؟ هلا حقيقه نحن الدراسات هلا خلينا نقول على قدم وساق بكل المراكز يلي هي مختصه ومعنيه بالدراسات النفسيه، عم نحكي عن المراكز العالميه. لهلا عم يكون كل يوم في دراسه جديده عم تنزل وعم نحاول نواكبها. بما يخص اطفالنا نحن بالذات مع كل الاسف اطفالنا انظلموا، اطفال سوريا خليني احدد اكثر يعني، لانه نحن مرقنا بمرحله كثير كبيره فيها ضغط على اطفالنا، المرحله اللي هي فتره الازمه وجانا بعدها جائحه. صح. عالميه اسمها وباء الكورونا. هدول الفترتين ما لهم سهلين ابدا،
فنحن فعلياً أطفالنا لازم يكونوا تحت المجهر وتحت العناية النفسية بهي الفترة بشكل كتير كبير. لنسأل حالنا شو بده يصير، كلمة شو بده يصير بالمستقبل هلأ ما بتطلع الدراسات، هلأ نحن بس عم نرصد، لكن أكيد إذا بدنا نقارن بدراسات قديمة لأوبئة مرقت على العالم شو عملت أثر نفسي على الأطفال، نحن فينا نقول إنه هلأ معظم العلماء خايفين من نقطتين، نقطة الفجوة التحصيلية التعليمية والمعرفية وفكرة النمو المقيد يلي نحن مثل ما حضرتكم قلتوا بالمقدمة مضطرين إنه نحجر عولادنا شوي، نخفف نشاطاتهم، نقطعنا عن المدارس، بالتالي نحن عنا مشكلتين بخصوا الأطفال بهذا الموضوع. صحيح، يعني مشكلة كتير كبيرة، الأهل عم يكونوا تحت ضغط كتير كبير، مثل ما قلنا في أهل قاعدين بالبيت مع أطفالهم، في أهل خايفين كتير على أطفالهم من كل هاي الظروف، كيف بدهم يتعاملوا بهاي الفترات؟ يعني أنا اليوم في هلأ بعد شهر تقريباً أو أقل حتى المدارس ترجع تفتح، في كتير ناس شفنا على الفيسبوك هنن ضد هذا القرار، وأهالي عم بتناشد طبعاً غير مناشدة يمكن طلاب الجامعات، يمكن حكى عنا ورد كتير قبل اللي كانوا كتير عم يطالبوا بتأجيل الفحوصات، وللأسف ما صار هذا الموضوع. كمان هلأ على موضوع المدارس عم يتم مطالبة أنه على الأقل يتم تأجيل المدارس شهر، على الأقل نحن قدرانين نقعد أولادنا لسه بالبيت شهر، بس نحن ما يصير شيء على أولادنا. قديش هاي الظروف كلها وهي الضغوطات هي أثر بعيد، خلينا نقول وإلى أثر بعيد على نفسية الأطفال؟ للحقيقة هلأ الأهل معذورين بهاي المخاوف اللي هن فيها وما فينا نلومهم، نحن بالنهاية كل همنا بالحياة هي صحة أطفالنا، دائما الأهل بيكون عندهم هذا الهاجس الأول، صحتهم النفسية والجسدية. ممكن لك إنه هو معهم حق بجزء ما، ولكن ما فينا نوقف الحياة كلها، خاصة بعد ما هلأ عم تطلع الدراسات الأخيرة بأنه هذا الوباء بدنا نتعايش معه، بدنا نشوف كيف فينا نعيش ونحاول إنه نتفادى الإصابة. لما بحكي عن الأطفال، وضعهم يختلف عن أطفال خلينا نقول عن شباب الجامعات أو المراهقين. الأطفال اللي ما دون الست سنوات يعني المراحل الأولى مثل ما قال ورد إنه هن أقل عرضة على الإصابة، ولكن هن ممكن يكونوا ناقلين بحسب الدراسات الأخيرة. لهيك نحن يفترض فينا أن نتماشى مع القوانين العامة في حال فتحة المدارس، لكن بدنا نأخذ إجراءات احترازية ووقائية ونرفع الوعي عند أولادنا وعنا نحن، لأنه نحن لهلأ نحن كمان أكيد قبل الأولاد في أشخاص كتير عم تمشي بالشارع عم تتعاطى معنا بشكل يومي ما لم أدرك خطورة نقل العدوى، لهلأ ما عم تلتزم بالكمامة، فما فينا نفرض شيء على الأطفال قبل ما نفرضه على أنفسنا. المشكلة مو بس إنه ما لم أدرك خطورة العدوى، يعني الفيديوهات اللي عم نشوفها على الفيسبوك على مراكز فحص البي سي آر الموجودة بدمشق واللي ما لها موجودة غير بدمشق أصلاً للناس اللي بدهم يسافروا مخيفة. الفيديوهات اللي عم نشوفها لطلاب الجامعة كيف عم يتكدسوا، وأسف من كلمة عم يتكدسوا، على باب الجامعة ليفوتوا يقدموا فحص كمان مخيفة. خلينا نروح للشارع السوري اللي شاركناه موضوع فقرتنا وسألناه كيف عم يقنعوا أطفالهم بالإجراءات الوقائية وكيف عم ينظموا وقتهم للأطفال خلال وجودهم بالبيت. خلونا نسمع شو قالوا ونرجع لنكفي. كيف عم تتعاملي مع الأولاد لحتى قد ما فيكي تقدر تحميهم من إصابة فيروس كورونا؟ الحمد لله، يعني اني بضبن وبعمل جو بالبيت والحمد لله امورهم بخير. التعقيم بالبيت، ممنوع يمدوا ايدهم على شيء حديد، على المجله، على مسكه الحمام، بخاخ، تاتش على طول هذا بالبيت. هيك الموضوع يعني عم يطلعوا بيلعبوا بالشمس وكل شيء بس ضمن الحدود، يعني فتره ساعه، كمامه اذا بدي اطلع محل بالبيت لا، حتى اذا اجاني ضيف بتعامل انه الموضوع ما بده خجل، بيطلعوا بس يعني بيكون الواحد حذر يعني. طبعا عن طريق المعقمات ولبس الكمامه يعني تقريبا هي بشكل عام، ويعني بالاضافه للتوعيه الوعي للاطفال. اول شيء وعيناهم عن المرض، قلنا له ما في شيء بيخوف، هو شغله بسيطه كثير، في اجراءات بسيطه. هلا الام صيدلانيه فساعدتني بالقصه كمان، بيغسلوا ايديهم، بحطوا كمامات بس يطلعوا يروحوا على الدوره، هيك امورهم بسيطه. الوقايه ضروريه، وتعرف الغسل بالماء والصابون والتعقيم بالبيت ونظافه كل يوم حمامات، وهي النظافه بشكل عام. على الموبايل تعرف كل الاطفال بهالوقت، وانا باخده اذا بدي اخده مثلا انه مشي، ها هي اكثر من هيك ما في قصص، مشتري له العاب، ها هي. صاروا مكلفيني هالفتره هي مصروف دبل، شي بده لعبة وشي بده بسكليت وشي بده يعني عم نحاول إنه قدر الإمكان خلوني يلتهوا بالبيت
بحيث ما يطلعوا هالمجال. يعني مثل ما شفنا كثير في اهالي عم يعملوا يمكن اجراءات، عم يحاولوا انه يمكن هيك يفهموا اطفالهم، يشرحوا لهم اكثر عن هالجائحه، ان شاء الله يكونوا عم يقدروا عن جد. ان شاء الله يا رب، نتمنى الصحه للاطفال ولاهاليهم. نرجع لفكرتنا، حضرتكم كاختصاصيين اجتماعيين ونفسيين بتلاحظوا تغيرات ملموسه ان كان جسديه وان كان سلوكيه على الشخص اللي عم تدرسوا حالته، شو التغيرات الملموسه اللي لاحظناها عند اطفالنا خلال هالست او سبع شهور؟ تمام. هلا معظم الاطفال بيعيشوا هالفتره شكل غريب من، خليني اقول، الاكتئاب الطفولي. قد تستغرب التعبير شوي بس هو فعليا هيك. شو ملامحه؟ شو مظاهره؟ ممكن يصيروا انعزاليين اكثر بحكم انه نحن ما عم نقدر نخلطهم مع اقرانهم او ما عم نقدر نعمل تواصل اجتماعي طبيعي مثل ما كنا نعمله دائما بالعيال السوريه، وبالتالي هن صاروا اقل تواصل واقل اجتماعيه مع الاطفال. طبعا لجأوا للوسائل الالكترونيه اللي هي ما في مفر منها، كنا نحن دائما نقول نبتعد، بس طالما بالولد عم يقعد عدد، خلينا نكون ما فينا نمنع، صار مسموح. الام صارت طاقتها على الاحتمال وعلى السيطره داخل المنزل قليله، وبالتالي في حالات غضب من الجهتين، يعني من والى، بالتالي حتشوف اطفال عصبيين، اطفال عندهم توتر دائم، في قلق بالنوم، في خربطه بروتين اليومي، هذا كله آثار جانبية واضحة حتكون. زائد الشهية، في أطفال حيكون عندهم فقدان شهية وفي أطفال حيكون عندهم بالعكس شهية مفرطة. الحقيقة دائما بالدراسات دائما ما بتحدد نوع واحد أو ظاهرة واحدة، هي اضطرابات متعددة بتفرق باختلاف الأطفال وطبيعتهم وردود أفعالهم، لكن أي تغيير والأم بتقدر تلمسه طبيعة، أي تغيير بيطرأ على طفلك داخل المنزل مالك متعود عليه هو إشارة أو ناقوس خطر، خلينا نقول، لأنه في متغير حقيقي. صحيح. تمام. يعني ما فينا نقول غير نتمنى أكيد هيك السلامة النفسية والجسدية للكل وتحديدا للأطفال. مثل ما قلنا في هلا رجعة على المدارس، كثير عم ينحكى وعم يتسوق، خلينا نقول، لفكرة إنه نحن اليوم الأولاد يرجعوا على المدارس، بده يحطوا كمامات، بده يلتزموا باجراءات وقائيه، المدارس تلتزم باجراءات وقائيه. كيف نحن بدنا نشرح هي الاجراءات وكيفيه الالتزام فيها بالنسبه للاطفال وخاصه بالاعمار الصغيره؟ هلا الخطوات سهله، لكن هي لتكون، خلينا نقول، مثمره، لازم تكون دائما مستمرين فيها قدام الاطفال. يعني الطفل بحب التقليد وبحب القدوه، ولما والده او والدته دائما هن من هلا بلشوا وقت بدهم يطلعوا برات البيت يراعوا فكرة الكمامة ويحببوا فيها، ونحن عم نحكي طبعا بالأعمار المسموح فيها علميا ارتداء الكمامة، تمام، رح يقدر يتقبلها ورح يقدر يحطها فترات طويلة. أما لما بده يشوف أهله ما عم يتقيدوا بهذا الموضوع، فأكيد ما رح يتقيد، ما حيتقيدوا. مهمة الآباء والأمهات يحببوا أطفالهم أولا بارتداء الكمامة، وفي وسائل كتير متاحة صارت بهذا الموضوع، في أمهات عم شوفهم عم يصنعوا كمامات بشكل أشكال كثير حلوة لذيذ وطفولي للأطفال ليرغبوهم، وهذا شيء كثير صحي وكثير مفيد. دائما نحرص أنه ننبههم على موضوع عقامة الإيدين، ما نحط إيدينا على الأعين أو الفم، أو لما بالتنبيه والتكرار دائما، خلينا نقول، التنبيه اللفظي والقدوة بالتعاطي، لما بيكونوا عم بيشوفونا عم نعمل هيك فرح يعملوا، بيحفظ الولد. والمشرفين بالروضات والمدارس كمان نفس الشيء، لازم يتخذوا هاي الإجراءات ولازم يكونوا هن المسؤولين عن صحة أطفالنا. يعني إحنا حنبعت أطفالنا حننبه عليهم، لكن الطفل بيضل طفل، فمسؤولية البالغ أولا وأخيرا أنه يكون هو حريص يحمل هالأمانة دائما، ويكون والأهل أكيد حيتعاونوا. يعني لما إدارة أي مدرسة أو إدارة أي مكان تعليمي حتطلب من الأطفال يجلبوا أشياء معقمة معهم، يفترض أنه نحن كمعلمين أو كمشرفين نتابع مع الأطفال، نحاول ما نجمعهم بأماكن مكتظة أو أماكن ضيقة. طالما حنفوت على العام الدراسي، خليني أقول، على طقس جيد شوي، يطلعوا أكثر لبرا على الباحات، ما بعرف قديش ممكن يتطبق هذا الموضوع. يعني خليني أرجع، أنا بيعرفوني الناس واقعي، شعبتنا اللي كانت توسع 40 و50 طالب ويقعدوا 3 و4 طلاب مع بعضهم، عم نحكي عن المراحل الثانوية والإعدادية، ما بدنا نحكي الابتدائية، إذا أثر الفيروس على الأعمار المبكرة قليل، فقديش ممكن نحن خلال 6 ساعات دراسة باليوم نأمن هالمساحة والتباعد المكاني لأطفالنا
قديش ممكن نعمل فوج ثالث ورابع وخامس او فترات دوام، قديش نحن ممكن ندرسهم بالباحه اصلا ما نطلعهم على الشعب وعلى الصفوف ونختصر اصلا من المنهج ونختصر من المواد اللي بتعتبر تكميليه او رديفه. ما بعرف برسم وزاره التربيه وبرسم كل القائمين على العمليه التعليميه. خلينا نروح لشيء مهم، اطفالنا انحرموا من النشاطات، كانوا في بعض الاطفال يفرحوا بروحه المدرسه، انحرموا من المدرسه، يفرحوا اجت الصيفيه بدي انزل على المسبح بدي روح العب واعمل مدرسه صيفيه، كمان حرموا منها، شو البدائل بالبيت؟ هلا الحقيقه انا كنت عم واكب معظم العائلات اللي بعرفهم، عم شوف في اهالي حاولوا يتحدوا هذا الظرف بطريقه او باخرى ونجحوا خليني اقول بنسبه كثير كبيره، وكنت سعيده فيهم كيف عم ياخذوا اجراءات يعملوا روتين يومي للاطفال يحافظوا فيه على انهم يخلوهم بامان، زائد انه يعملوا لهم نشاطات متنوعه داخل المنزل. ما لها مهمه سهله للام اكيد، هي مهمه صعبه وخاصه اذا كانت اما عم تشتغل بشكل جزئي او انها قاعده كل الوقت بالبيت. لكن في نشاطات منزليه عم بتصير وبتختلف باختلاف اعمار الاولاد، من خلال رسم، من خلال تفريغ بالمعجون، بنشاطات منزليه، بمساعده بقراءه. وطبيعي اكيد برجع باكد مثل ما حضرتك كنت عم تقول انا واقعي وانا كمان واقعيه، ما فينا ننكر انه هن قعدوا فترات منيح على مواد صعب اكيد على الاجهزه الالكترونيه، صعب جدا كان، لكن في امهات حددوا هذا الوقت ما خلوه مفتوح وعملوا حلول بسيطة. او حددوا شو عم يقضوا هذا الوقت على الانترنت تماما، من حيث انه ياخذوا خلينا نقول شويه فائده معلومات من علميه او فائده علميه، واشتغلوا على موضوع كونه صيف يلي عنده بلكون او حديقه صغيره او مكان متنفس صغير داخل المنزل، جاب لهم مسبح خلاهم يلعبوا شوي بالمي، هي الاشياء عوضت الاطفال جزء من المتعه اللي كنا يعني اللي هن فقدوها هي الفتره. صحيح. طبيعي اكيد ما لها كافيه ولكن هذا جزء من التعويض. صحيح. تمام، يعني بنتمنى تعدي هالفتره على خير، هي اهم شيء يعني، وهيك يا رب ما ياذي حدا. للاسف فتره كثير صعبه وعم نشوف الحالات كثيره بهي الفترات، يعني هلا يمكن نحن بوقت الذروه. بنشكر كثير وجودك معنا الاختصاصيه التربويه ميس ريحاوي، شرفتينا. شكرا كثير. شكرا كثير لك استاذه. بيقول اهتمام أهم من الحب، شو رأيك بالعبارة؟ طبعاً أكيد الاهتمام أهم من الحب كتير. ما في حب بدون اهتمام أول شيء. اهتمام أهم من الحب؟ نوعاً ما. لا الاثنين بيكملوا بعض. وقت بيجيك أنت اهتمام بس من شخص غلط، يعني مو من الشخص اللي أنت معجب فيه، كيف تتصرف مع الموضوع؟ هلا أنا بعرف شغلة إنه الواحد دائماً روح على اللي هو بيحبك مو اللي أنت بتحبه يعني. تصرف طبيعي عادي يعني، وبعد لحالي شوي. بدك ترسم الهدف اللي بدك إياه منه بالأول، لأنه إذا ما في هدف فما في داعي للعلاقة كلها يعني. بلباقة. ممكن تعطيه فرصة واهتمام ويشدك له شوي. أكيد الواحد بده يدرس عقله للشخص قبل ما يقول عليه إيه أو لا. طنش. ما يعني ما بعطي اهتمام له هو. هلا أكيد مو بلباقة يعني بالموضوع بلباقة، يا أما خلص ما بادل نفس الاهتمام حسب الشخص، يا بادل الاهتمام نفسه يا أما لا.
على فكرة يعني الاهتمام مو شرط يكون 24 ساعة على 24 ساعة عم دق واسأل واحكي ورسالة وين صرتي وين رحتي وكيف صحتك وكل هالامور. يعني بس نحن بيحبوا البنات، بس بيحبوا البنات على بيحبوا الأساس. البنات انا على اساس ما دخلني ايه بس اللي بنحب هيك، بس اللي بتحبوه اكثر هو الفعل إيه؟ مو الحكي. يعني انا فيني اهتم بحدا حكي وشو لازمك يا رفيقي وطمني عنك وامانه، اذا بدق لي وقت البتحك اول ما يدق لي بيحتاج شغله برجع بحاكيك طبعاً. انا وهذا بدي اعلق تعليق صغير على هي الفكره. عن جد يعني هي الجمله تماما هي الصحيحه. بحس انه نوع الاهتمام كمان بيختلف شوي 100%. مع العمر. يعني بحس بالاعمار الاصغر شوي بيكون الاهتمام يمكن بهي القصص بالتفاصيل، وبانه قال لي بحبك وما قال لي بحبك ودق لي وما دق لي وسال عني قبل ما تنامي وبس تمام حبيبتي ايه وسكري انت بالاول، هدول القصص. مع العمر بحس انه لا، بيصير فعلا الواحد بينطر فعل اكثر، بينطر شيء ملموس اكثر، مو ملموس يعني مادي، ملموس يعني فعل، يعني موقف، يعني حدا موجود فعلا قدامه. هذا الاهتمام الصحيح وهذا اللي علمي حك بيبان. خلينا نروح مره جديده لعند الشيف حسن ونشوف وين وصل بطبق اليوم. تفضل يا شيف. شكرا ورد. تفضل. هلا عم نبلش نحن بمساواه، كمل مساواه فتت الدجاج. عم نقلي الخبز، بدنا دقيقه اقل من دقيقه، بدنا ننتبه على الخبز. الخبز راسا بيحمى بيغمق بعد ما نقيمه من الزيت، يعني تصور هيك هلا حاجته الخبز. هلا حاول نطفي تحت الزيت، نبلش نقيم الخبز المقلي. هلا نحن الرز ساويناه جاهز، اذا بتشوفوا عنا ليكو صار جاهز مثل ما قلنا حنساويه اليوم بطريقه شوي مصريه. يعني بدنا نحط مع الفته، بدنا نحط مع رز، وبدنا تعتبر وجبة كاملة بين خبز والرز والدجاج ومرقة الدجاج، تعتبر وجبة كاملة وبتكفي هالكمية لعدد منيح من كبير من الأشخاص تقريبا. هلا الشوربة حطيناها نحن مثل ما قلنا حطيناها على النار، هلا بس بالأخير نحن بدنا نسويها بس نحط لها المعكرونة ونضيفها بالأخير قبل 10 دقائق ما نقدمها، لأنه بتشتش المعكرونة إذا تتركناها أكثر من هيك. هلا هي الخبز عندنا جاهز، خلينا نحضر الصوص. عندنا ملح، اللبن طبعا عندنا كيلو لبن، عندنا رشه ملح، عندنا الثوم. طبعا الثوم عادي لست البيت، في ناس بيحبوا الثوم زياده ممكن يحطوا ثوم زياده، ممكن نحط الطحينه. طبعا الطحينه عايده كمان لرغبه ست البيت على هوا كميه قديش بدها اللبن غامق. هلا هيك بتصور هيك لونه صار حلو، ومنضيف له عصير الحامض. هلا هيك الصوص جاهز عنا. نحن تركناه اللبن شوي بحراره الغرفه، يعني ما له انه كثير بارد مشان ما يبرد المكونات كلياتها مع بعض. هلا بنبلش نطبق بالدجاج بفتة الدجاج. حنحط الخبز اول شيء بالسفل، هدول حوالي شي رغيفين تقريبا، هلا هدول هيك بكفوا. هلا بنجيب الرز، الرز طبعا سخن عنا. بدنا نمد الرز على فوق الخبز، بنحاول نوزعه قدر الامكان. هلا هيك الرز طبعا مستوي جاهز كلياته، نحن ما بدنا نسوي اي شيء. هلا في ناس فينا بس انه خلينا نحط كميه الرز كلها ونوزعها اسهل لست البيت كمان. حتى هلا بنحاول نوزع الرز مثل ما قلنا كل الكمية على كل الجاط. هلا بهالشكل هاد
هلا نحن طبعا مثل ما قلنا سلقنا الدجاج اول شيء اللي نام مع بصل اول اللي نام مع بصله وسلقنا الدجاج انا قمت البهارات منه نمت البهارات منه بس هلا بدنا بس نحط المرقه نسقيه بشويه مرقه انا طبعا قمت البهارات من المرقه بس مشان تاخذ نكهه الدجاج اذا كان الرز ولا الخبز اللي تحت هيك بيكفي بالنسبة للمرقة ما بدنا كتير نحط مرقة بشان ما يتشتش الخبز كمان عنا هلا بدنا نحط الدجاج بالأخير بنحاول نوزع الدجاج على كل الرز طبعا بنخلي شوي فوق للوش اللبن مشان يضل يبين انه هي فتة دجاج لانه اذا كنت عندك عازمه عالم او شيء ممكن مشان يبين انه هي فتة دجاج انه شو هذا اللبن اللي على الوش احيانا في ستات ما بيعرفوا او مثلا اهل البيت ممكن هلا هيك خلصنا تقريبا هلا مثل ما قلنا بنحاول نحط اللبن فوق نوزع اللبن على كل الفتة هيك هلا بنوزع اللبنات مثل ما قلنا على كل الدجاج هلا بس بالاخير بس بنحط بنزين بالاخير بنحط شوية دجاج على الوش مع البصلة بيطلع منظرهم حلو وممكن بالاخير نحط نطش سمنة عليها بالوش هلا بنشوف شلون حنقدمها سوا مع بعض. هلا هيك تقريبا مثل ما قلنا بس هلا صفيان انا بالنسبة كمان بنرجع للشوربة بنرجع بس بدنا نحط المعكرونة قبل ما نقدم شي 10 دقائق بلبن بس لتستوي المعكرونة. هلا هيك يعني مثل ما قلنا هاي الوجبة كاملة تقريبا للكل هيك خلص والدجاجات تمام هلا هيك بس مجرد انه نحن بس بالاخير بنقدم بنطش عليها سمنه وبنكمل الشوربه بنحطها ونرجع على النار نضيف لها شويه مي زياده وبنحط لها المعكرونه قبل 10 دقائق من ما نقدمها لانه مشان ما تشتش المعكرونه مره ثانيه وبنشوف طريقه التقديم بالاخير بنرجع لعند ورد ورنا وبنكمل باقي الفقرات شكرا شيف شكرا كثير شيف يعني بنعرف كلنا مشاهدينا مثل ما بتنتشر العديد من الامراض بفصل الشتاء مثل الانفلونزا او نزلات البرد وكمان بفصل الصيف بيحمل معه العديد من الامراض اللي بتكون اما نتيجه للحراره العاليه او حتى للتعرق او الاجهاد او يمكن حتى كلهم سوا وحتى ارتفاع الحراره بيؤدي ل فساد ببعض الأطعمة صحيح. بالأسواق وتناولها بكثرة بيؤدي لمشاكل هضمية هذا الأمر يلي بخلينا كبار وصغار عرضة للإصابة بأحد الأمراض اللي ذكرناها وبيفرض علينا اتباع بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية يلي بتقلل فرص الإصابة بهالأمراض رح نتعرف على هالموضوع بشكل أوسع ونتعرف على الإجراءات الوقائية مع دكتور محمد نور الدين كعكجي اختصاصي بطب الأسرة أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا صباح الخير اهلا وسهلا فيك معنا يسعد صباحك دكتور قبل ما نبدا فقرتنا مع حضرتك رح نشوف اكيد ونتابع هالانفوجراف اللي رح يعرفنا على ابرز الامراض الشائعه بفصل الصيف ونرجع لنبدا حوارنا
يعني مثل ما شفنا دكتور بالإنفوغراف، التسمم الغذائي، ضربات الشمس، ارتفاع الحرارة، الحروق الجلدية، وأيضا الإنفلونزا الموسمية المرتبطة بالحساسية يمكن بفصل الصيف. ليش بتكتر الأمراض بالصيف؟ طبعا هلا نحن أي فيروس أو جرثوم بينتقل عن طريقين، الماء والغذاء. طبعا نحن ما عم نحكي عن طريق التنفسي، طبعا طريق الثالث. فلذلك نحن طريقة الإعداد الطعام أو الحفظ الطعام لها شروط معينة، بشان ما مثل ما تفضلت إنه ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي لوسط مناسب لتكاثر الجراثيم بالأطعمة تبعنا. فلذلك في طرق معينة لإعداد الطعام حتى ولو كان بالبيت. بالسوق للأسف بدنا نتجنب دائما الأغذية المكشوفة. العمال يا ترى اللي عم تحضر الطعام، هل هن يا ترى مستوفين الشروط الصحية، سواء بلبس القفازات أو الكمامات، أو هن مساويين التحاليل الطفيليات الموجودة بالبراز تبعهم مشان ما يتم العدوى للآخرين منهم لما لا. طبعا حتى الظروف الموضوعة فيها من درجة الحرارة، الموضوع فيها الطعام من درجة الحرارة، وليكن على سبيل المثال مثلا وقت بنلاقي سيخ الشاورما قدامه المايونيز بدرجة الحرارة قدامه كثير عالية، صح، بيصير وسط مناسب لتكاثر الجراثيم ولو كان هلا كان طالعه من البرادة. الفترة الزمنية القصيرة خلال ربع ساعة نص ساعة هي بتؤدي إلى تكاثر جرثومي بالطعام تماما. خاصة هي مادة بنقول باللهجة العامية نزقة، يعني بالصيف ما بتقعد، خاصيتها هي أكثر شيء اللي بتسبب الالتهابات الماء الشائعة، هي المواد البروتينية الموجودة بالطعام تبعنا. يعني لذلك بتلاقي التسممات الغذائية اللي فيها داخل اللحم أو البيض أو مرقة اللحمة البروتين، هي سريعة العطب، سريعة المزارع اللي بتتكسر فيها المزارع الجرثومية بشكل أسرع من غيرها. لذلك يعني مثلا حتى ببيوتنا للأسف أمهات ربات البيوت بيتعرضوا لأخطاء كتير شائعة بالبيت. يعني بيكون مثلا عم يحضروا وجبة فيها جاج أو لحمة، لبين ما يطبقوا الطبخة الثانية بيكون تركوها مع جناب لتبرد، على أساس هالربع ساعة صارت مزرعة جرثومية، مع أنه بيكون بازلين كافة الجهود تبعاتهم لتنظيف الجاجة أو غلية أو كذا. أو مثلا الغلط الثاني إنه والله رح نتركها برا، رح يجوا الأولاد أو العيلة لتأكل، ما في داعي يحطها بالبراد. بس عفوا دكتور، بيقولوا ستات البيوت، ويمكن الشيف حسن يوافقنا المعلومة، إنه الطبخة ما لازم تنزل من الغاز وتنحط بالبراد فورا، لازم تتغطى بس بشان البخر. يعني الفارق بين درجة حرارة الغليان اللي كانت فيها بالطبخة تحطها بالبراد، بيقولوا إنه بتأثر على جودة البراد مو على الطبخة. لا بغطيها بشان البخار وبده يتكثف ما يأثر على البراد، بينما نحن الهدف تبعنا تنزيل الحرارة بشكل مفاجئ، ما يوصل بين ال 35 وال 40 الوسط المناسب للجراثيم، انه ننزل الحرارة بشكل بسرعة مشان تجاوز المرحلة الحرجة وما يصير فيها مزرعة جرثومية. يعني هي دكتور عفوا خطأ كثير شائع، لأنه كل يعني أنا بعرف كل العالم بيتركوا الأكلة دائما لتبرد بعدين بيحطوها بالبراد. هذا من الأغلاط الشائعة. نحن فينا نحطها دغري بس مغطية. لذلك هلا نحن بنفرق عن حالات الإسهال، التهابات الأمعاء العادية، عن التسممات، مع أنه أغلبيتهم وقت بيصير في تسمم غذائي، يعني شيء بيكون كل شيء أكل من الوجبة الطعامية أصابه الإسهال أو الإقياء أو التهابات الأمعاء. قد يكون بالمنحى الآخر، قد يكون أنه نحن تناولنا من نفس الصحن البعض تبعنا ما تأثر والبعض منهم تأثر بشكل أكبر، صح. هذا بيعود مثل ما ذكرت أنه المزارع الجرثومية ما تكون متوزعة بشكل جيد، أو ما لها حل تتكاثر بالصحن الواحد. وقت بصير في تسمم غذائي معناته المادة تعرضت لشروط كتير مناسبة لتكاثر الجراثيم أو طولنا فيها، لذلك انتشرت بكامل أجزاء الوجبة الطعامية، لذلك صار تسممات للعناصر أو للأشخاص اللي أكلوا منها. تمام. لذلك هلا نحن بالنسبه لامراض الصيف نرجع لموضوعنا. تمام. طبعا في طيب بس عفوا هون دكتور، بس مداخله صغيره، خلينا نوضح شوي بس الفرق بين اعراض التسمم الغذائي وبين مثل ما قلنا بعض الاضطرابات الهضميه اللي ممكن يعانوا منها بعض الاشخاص، ممكن نتيجه برد، لفحه هواء او اي شيء ثاني. كيف نعرف انه هذا العرض هو تسمم؟ ايه هلا حالات التسمم مثل ما ذكرت قبل تكون حاده وشديده، يعني قد يحتاج دخول مشفى أو تعريق سيروم من نتيجة فقد السوائل عن طريق الإقياء والإسهال بكميات كبيرة. طبعاً نحن تعريف الإسهال تبعنا مو شرط نحن نحسبها عدد مرات التبرز. تمام؟ يعني مو إنه لمرة واحدة طلع إسهال معناتها صار إسهال،
وراح بحال سبيله. هذا بيجي نتيجة البرد على أغلب الأحيان، إنه أخذ لفحة برد أو شرب مي باردة أو كذا، تسرعت الحركات الحيوية بالماء، ما مكس المواد الطعامية بالكولون ليخلصها من المي بالوقت الكافي، لذلك صار معه الإسهال. بتلاقي بيصير إسهال مرة مرتين بيروح بحال سبيله. أما الإنتان المعوي أو الالتهاب اللي معه هذا بيستمر، لأنه في عنا جراثيم تحت تحتل اللمعة والجدار، وفي منهم الاثنين، لذلك إفراز السوائل حتى ولو ما كان عم ياكل عم يخلص الجسم من السوائل والشوارد، ومن هون تجي خطورة التسمم. عدد مرات التبرز أكثر من 5 مرات يعتبر إسهال، حالات الإقياء كمان بتكون عالية، هذا بسبب الضعف للجسم بنتيجة فقد السوائل، نتيجة فقده كمان للشوارد، لذلك خسارة الجسم كميات كبيرة من السوائل والشوارد خلال فترة قصيرة هي بتعرضه للتعب والوهن، صدمة وهبوط بالضغط وقصص. لذلك نشدد كثير على الأطفال، لأنه نسبة السوائل لحجم الجسم بتشكل كثير كبير، نسبة كبيرة من الماء الموجود بجسمه، يعني وقت بيطلع مثلا 1.5 لتر عن طريق الإسهال فرضا والإقياء عن شخص بالغ عمره 60 سنة ما بيشكل جزء عادي. تمام، لا مو عادي، ما بتشكل جزء من وزن كمية الماء الموجودة بجسمه، بس لتر ونص لطفل عمره وزنه 10 كيلو 15 كيلو معناتها عم تشكل حيز كبير من جسمه. صح. لذلك من النصائح للأم إنه أي حالة إسهال مباشرة عوضي له السوائل لبين ما تقدم لك الخدمة الطبية، يضل عم يشرب سوائل. طب دكتور، هون في سؤال كمان، طالما عم نحكي عن الأعراض الهضمية، كثير من الدكاترة خاصة ببلادنا بالشرق الأوسط، بلبنان، بسوريا، بالأردن، بالعراق، قالوا أنه أهم عرض لفيروس كورونا عم يبدي ببلادنا هو الإسهال والتلبكات المعوية. كيف بدنا نفرق اليوم بين جائحة كورونا وإصابة شخص بكورونا وصار عنده تلبكات معوية وإسهال، عن الإسهال اللي جاي من مثل ما ذكرت لنا لفحة برد أو أكلة فاسدة أو تسمم غذائي؟ سؤال جيد كثير. يعني هلأ نحن ما بناخذ الاعراض بس بحذافيرها، يعني نحن وقت بده يصير عن طريق كورونا في اعراض ثانيه من ارتفاع الحراره والتعب والوهان، ومن رحمه الله علينا انه عم يجي هضميا متنفسيا. تمام. اللي عم يجي يعني قادرين ندبره بالعزل المنزلي، يعني ما يروح على المشفى ونحتاج تقديم عنايه طبيه. لذلك كورونا الاسهال تبعه او المغص البطني له والاسهال بده يترافق بارتفاع درجة حرارة، تعب ووهن، وأحياناً حتى عم يترافق بشغلات صدرية، ضيقة نفس، سعال، غياب شم وتذوق، دول الأساسيات. يعني هلأ نحن كل ما عم ترتفع نسبة حاسة الشم والتذوق، نسبتها عم نشوفها عند مرضى الكورونا. يعني كانت دون 40% اللي عم نشوفها 60-70% عم تحدث عند المرضى، وما يقلقوا. عملوا جروبات على الفيسبوك دكتور، صار اسمها غياب شم وتذوق. لا شفت كذا حدا عمل لي إيفان، لا يقلقوا هلأ عم حاسة الذوق والشم هلأ خفت أو صار فيها تشوه فيها، إنه خلال أسابيع بترجع لهم، لأنه لبين ما تتجدد الخلايا الشمية. وهن صار للأسف التواصل الاجتماعي سبب زعر، صار الواحد بلا شعور يقول والله مالي عم استطعم بالأكل أو مالي عم شم، يصير يتوسوس، يعني يتوسوس يحسب على حاله ما أنه هو بيكون ما في شيء. دكتور شا ما يداركنا الوقت، يعني كمان لحتى لحق نحكي على الأمراض الأخرى اللي بتصير بفصل الصيف. كمان مثل ما بنعرف كلنا ضربات الشمس نتيجة أكيد يمكن الوقوف لساعات طويلة، أو ممكن درجات الحرارة العالية أو نقص السوائل بالجسم. خلينا نوضح شوي كمان ضربة الشمس، كيف بتصير ضربة الشمس وكيف بيتم التعامل معها؟ طبعا نحن في عنا فئتين عمرية هي الخطرة بالنسبة لضربة الشمس والتعرض للشمس، هي فئة الأطفال والكبار بالسن، هدول ما بيتحملوا نقص السوائل. تمام. لذلك كمان حتى عنا تحذير، وخاصة إنه تعرضنا لموجات حر كتير غير المألوفة بالفترة السابقة بارتفاع درجات الحرارة. في عنا نحن أطوال موجات الشمس تلعب دور كتير كبير، وخاصيتها من الـ 11 للـ 4، هاي بتكون أطوال موجاتها عالية وهي بتسبب ضربة الشمس. حتى أحيانا بالظل للعالم، يعني حتى أحيانا بالظل، يعني الوهج تبعها بتسبب ضربة الشمس. طبعا دغري بتتجلى بالتعرق، بالصداع الشديد، بالتعب والإنهاك. تمام. لذلك أول خطوة للإسعاف هيك حالة هي وضع اللي عم يشكي منك أعراض بجو مالنا رح نقول بارد، يعني الغلط الشائع شوي. الغلط الشائع انه مثلا انا جاي من برا دغري مباشره مشغل الكونديشن على 16 بقعد بجو،
هي القفزة بين درجة حرارة 40 و16 هي رح سبب هي دغري بتعمل له أعراض هضمية أصلاً يعني هضمية حتى تنفسية حتى تنفسية أو مثلاً ما صدق شديد. أو ما صدق يوصل على البيت دغري يطلع أنيط المي المثلجة وبلش شربها دغري مباشرة رح يروح صوته والتياب بالبلعوم وسيلان وما ناقصنا اليوم أبداً تمام لذلك هون عم يصير تشوش إنه والله كورونا لما شو صار تمام او اللي بموجه الحر عم يناموا مثلا والكونديشن شغال طول الليل على 16 وكذا هذا كلياته عم يسبب له جفاف بالغشاء المخاطي التنفسي والاستعمار تمام فاذا شو الحل المناسب شو العلاج المناسب لضربه الشمس السوائل قولا واحدا فورا تعويض السوائل وتبريد الجسم بشكل تدريجي طبعا بنلجأ لخافضات الحراره مثل السيتامول اللي هو امن شيء وليس البروفين تمام وكثرة السوائل حتى الدافية أوكي. حتى السوائل الدافية يعني بيتجنبها الشخص اللي عنده ضربة شمس السوائل الدافية أو اللي مريض كورونا اليوم بيقولوا أنه كتر سوائل تمام. جداً كتر سوائل سوائل لأنه الفيروس بالوسط المائي بيخف تكاثره حلو. لذلك لازم يأخذ من 4 إلى 5 لتر يومياً ممتاز. ولو كان بالأعراض الهضمية اللي من الذكرى قلة القابلية وقلة الشهية عنده يعني حتى لعية النفس لذلك بيبطل يتقبل الأكل لذلك ننصحهم أنه معلش مو ضروري تأخذ كباية العصير أو الشوربات كلياتها دفعة واحدة لا شوي شوي بالتسلسل منه بترطب الغشاء المخاطي للبلعوم تبعك اللي هو بيستعمل البلعوم لذلك وقت عم نكتر سوائل عم نغيره بدل ما يفوت على الرئتين عم نشطه عم نروح للجهاز الهضمي اللي هو أقل ضررا تأثيرا على جسمك هاي النصيحة اللي منكررها لكل حدا مصاب كورونا أو نقص سوائل لا تنزل الكاسة من إيدك على طول عم تشرب شيء شكرا كثير لوجودك معنا تسلم. دكتور تسلم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بتمنى الشفاء للكل وأخذ الحيطة بالكمامات والتباعد الاجتماعي بشان كورونا وما ناكل من أكل المكشوف وبتمنى على كل شيء عمال أو بيشتغل بالمواد الغذائية الكمامة والكفوف ضرورية رجعنا. جدا هي أهم شيء شكرا كثير لك دكتور شكرا لكم بتمنى الشفاء للكل شكرا لك أكيد بيقدر أي شخص كمان يحافظ على سلامته من خلال ممارسة الرياضة بهذا الطقس الحار إنه كمان أكيد يتناول السوائل الكافية ويلبس ملابس الملائمة ويختار التوقيت المناسب للتدريب لحتى هو أيضا يتجنب الحر الزائد دقائق من رياضة الصباح منتابعها سوا يسعد صباحكم معكم الكوتش دينار من أبتون سبورت أكاديمي اليوم حناخد تمارين للزوائد الموجودة بالذراعين وأيضا بالظهر رح بلش أنا دغري بأول تمرين رح أخذ وزن خفيف من هون رح انزل لتحت حاطوي ركبي طوية صغيرة هانزل لتحت ايدي بزاوية 90 حنفتح نرجع بنسكر اذا كان صعب التمرين علي باي طريقة فيني اعمل ايد وبعدين بعمل الايد اللي بعدها تسعة اخر عدة عشرة حنريح بنفس البوزيشن ايضا رح انزل لتحت من هون تحت مستوى صدري رح اطلع لفوق شد نرجع ننزل كواعي بنخليهم سوفت ما بنشدهم شده كامله ولا بنرخيهم طبعا ما ننسى بنحمي قبل التمرين حتى نتجنب الاصابات وحري أهم شيء بهدول التمارين هو التثبيت على التمرين بعدين والنزول يكون بطيء رح روح دغري أنا على التمرين يلي بعده بس حأخذ بسكت إيدي بدل ما كانت بهي الطريقة حتكون بهي الطريقة حأنزل لتحت من عند ركبي حأطلع لفوق and down again أعلى نرجع ننزل حتى نحس بكامل عضلات الظهر من فوق لتحت آخر عدة وبنريح رح أنزل أنا هلأ لتحت
اخر شيء حنثبت فوق نرجع ننزل. اخر تبريد فينا نعمله لحتى التعب لحتى نحس باسفل الظهر زوائد اسفل الظهر وايضا الزوائد العلويه. وهيك بيكون خلصنا تمارين اليوم. يعطيكم العافيه وبشوفكم بالحلقات الجايه. يسعد صباحكم عن جديد. بمثل اليوم بعام 1981 اخترع اول كمبيوتر شخصي، التقنيه الذكيه اللي عم نشهد دخولها بمجالات التعليم، الطب، الصناعه، والاهم وجود الانترنت فيها. لهيك رح يخبرنا هلا ورد عن مراحل تطور الحواسيب اكثر وكيف بنتلافى الاثار السلبيه للاعمال المكتبيه الممتده لعده ساعات. تفضل. يلا يا رنا رح نشوف مع المشاهدين الدراسات والإحصائيات العالمية والتاريخية اللي بتحكي عن الكمبيوترات. الكمبيوتر الشخصي بشكل عصب الحياة الراهنة بمختلف أدواته، وبهالزمن ما حدا قادر يستغني عن الكمبيوتر، شيء أكيد ومفروغ منه، وعم يستخدموه الأشخاص بمختلف الأعمار صاروا هالأيام، وعم يتواجد بكل الشركات والمؤسسات بسبب قدراته الكبيرة والمعروفة على تخزين أحجام مختلفة وهائلة من البيانات ومعالجتها. ومثل كل الاختراعات تغير شكل الكمبيوتر عبر الزمن، فكان ببدايته بحجم غرفة ضخمة جداً استخدموه للتطبيقات العلمية والحسابية الكبيرة جداً. يعني تذكرت بهالتقرير يلي شفناه ويندوز 95 سنة 95 98 لما هيك كان الكمبيوتر بشكل كتير غريب، طلع لسه فيه أغرب وأقدم. على كل حال شفنا بالتقرير مراحل تطور الحواسيب عبر التاريخ وكيف شهدت حضور مهم بحياتنا بأشكال مميزة، والمبرمجين والمبتكرين من الجيل الخامس عم يحاولوا اليوم يتوصلوا لتطوير للجهاز الآلي لإضافة لغات البرمجة الشيئية وأيضاً واللغات الطبيعية يلي تتيح الاتصال بينه وبين ما يشبه التفكير البشري. ونظراً لأهمية الكمبيوتر الكبيرة، الكمبيوتر الشخصي طبعاً بأعمالنا المختلفة، فحدوث عطل فيها بشكل طارئ ممكن يسبب لنا الكثير من المشاكل والتعقيدات وخسارة معلومات مهمة. لهيك من الضروري ننتبه لأي خلل ممكن يصيب الكمبيوتر، والأهم يكون استخدامنا له صحيح لحتى نقدر نحافظ عليه لأطول مدة ممكنة.
يعني غير لازم غير انه لازم نعرف كيف نتعامل مع الكمبيوتر لنحافظ عليه، لازم نعرف كيف نحن نحافظ على انفسنا بالعمل لساعات طويله على الكمبيوتر. وللاسف ظروف العمل اجبرت الكثير من الاشخاص على استخدام الكمبيوترات لساعات طويله بطريقه مؤذيه لصحتهم وغير صحيحه على الاطلاق، مما ادى لحدوث اصابات بمعصم اليدين او الام بالرقبه والظهر واضرار واجهاد بصحه العين، وتحديدا عند الاطفال والمراهقين يلي عم يستخدموا الكمبيوتر بادمان كبير بهدف التسليه والالعاب او لدخول مواقع السوشيال ميديا، خاصه بظل فتره جائحه كورونا يلي عم نمر فيها. ويلي اثبتت الدراسات بمختلف دول العالم انه استخدام الكمبيوتر الشخصي ارتفع بنسبه كبيره بالخمس اشهر الاخيره، لهيك نصيحتنا اخذ فترات راحه منتظمه، نعير الموبايل مثلا كل فتره يذكرنا لدقيقتين بعد مرور نصف ساعه مثلا على استخدام الكمبيوتر، انه نعمل حركات ونقوم نمشي شوي والجلوس بطريقه مناسبه. ولازم الاهل ايضا يشغلوا اطفالهم بنشاطات تعليميه مسليه ومفيده، ويراقبوا الطفل هو وعم يستخدم الكمبيوتر ان كان بالمده اللي عم يقضيها او شو عم يشوف على هذا الكمبيوتر وشو عم يستخدم البرامج والتطبيقات والالعاب يلي عم يقضي وقته عليها. على كل حال يعني منذكر على طول انه دائما في تطورات تقنيه وتكنولوجيه مفيده للبشريه، ولكن هالتطورات ممكن تكون مؤذيه لصحه جداً. الانسان النفسيه او حتى الجسديه. صحيح، ومثل ما كنا عم نقول ورد انه فعلا بهالفترات زاد كثير يمكن استخدام ان كان اللابتوبات الايبادات او كل شيء اجهزه يمكن الكترونيه بالنسبه للاطفال، لانه صح. في قعده طويله بالبيت. بتحب هيك ديزني لاند والقصص؟ تسمع بالاميره النائمه سليبينج بيوتي؟ ايه هلا هي يعني اول ما بنقول هيك سليبينج بيوتي او الاميره النائمة ما دغري بيخطر على بالنا ديزني، ويمكن الأميرة الجميلة تبع ديزني اللي كانت دائما تضل نايمة، بس تخيل إنه في متلازمة هي هيك اسمها وتعرف بهذا الاسم، هي بتأثر على المصاب فيها من خلال الخلل اللي بتسببه لعمل الساعة البيولوجية. تفاصيل أكثر مع سارة مرتضى. هي مين؟ الأميرة النائمة. هي واحدة من أميرات أفلام الكرتون. سندريلا يمكن. الأميرة النائمة. الأميرة النائمة. سليب بيوتي. الأميرة النائمة. طيب، تذكر شو قصتها؟ والله ما بعرف بالضبط شو قصتها. تحسي قصة حقيقية والواقعية. قصة من الأساطير العالمية حولتها ديزني لفيلم كرتوني عام 1959، الأميرة النائمة. في حدا بحياتك الأميرة النائمة؟ لا. أنت أميرة نائمة؟ بتحبي كتير النوم ولا عادي؟ أكيد بحب النوم كتير. يعني هلأ مو مرض بس إنه في ناس يعني عندها نوم كتير بتنام 17-16 ساعة، يعني بياخذوا هيك نوم ومنهم مثل ما أخي، يعني أخي أنا هيك بينام والله. بعرف في شيء دبانة اسمها تسيتسي، هي بتقرص الواحد وبتعمل له نوم بشكل شبه مستمر. يعني عم يقولوا إنه قال في متلازمة اسمها الأميرة النائمة، يعني في مرض بيصيب الناس اسمه مرض الأميرة النائمة. تصدق هيك شيء؟ لا والله أول مرة بسمع هيك مرض. إيه ممكن. شو السبب رأيك؟ ما في شيء ينشغلوا فيه. في مرض بسبب نوبات او هيك بفوت الواحد بغيبوبه، ممكن. انا بصدق انه ممكن يكون في مرض اسمه متلازمه الاميره النائمه. وبرايك بيصيب مين اكثر، النساء ام الرجال؟ بحس انبل النساء. بيكتئبوا اكثر لانه؟ ايه بيهربوا اكثر. الروايه الاسطوريه للفيلم بتحكي عن الاميره يلي نامت لمده 100 عام بعد لعنه الملكه الشريره يلي تسببت لفيها، وبنهايه القصه تصحى لانه انقذها امير وسيم. بس إذا أجينا لواقعنا فلعنتها هي مرض حقيقي عم بيصيب بين 600-1000 شخص بالعالم، وبيسموها متلازمة كلاين ليفن أو الجمال النائم، وهي نتيجة اضطراب عصبي بسبب النوم لفترات طويلة والأكل بكميات زائدة. هالمرض بيصيب الذكور أكثر من الإناث بسن المراهقة، وللوقت الحاضر ما نعرف السبب الرئيسي للإصابة بمتلازمة الأميرة النائمة، وحتى من وجد علاج دوائي لإلها.
كيف بدي خلصه؟ قال له ينظم نومه. يعني هلا انا بعرف شغله اللي يعني اللي بيفكر كثير اللي بضل قلقان هدول ما بيناموا، فاذا عنده هدف او عنده طموح او عنده مثلا شيء عم يشتغل عليه فما بظنه حينام 16 17 ساعه، فبضل شيء شاغله وضل شيء. انا حدا ما بنام يعني، مو ما بنام بس يعني ماكسيموم 6 ساعات 7 ساعات مو اكثر من هيك. يعرف شو المرض لا يعرف العلاج، بضل بشغله بشيء يعني بخليه ينشغل بشيء بدون ما يحس طبعا يعني، عرفتي يعني مثلا اعمل هيك ساوي هيك كذا بتخلص من هالمتلازمه. بتخلص منه ايه تماما. يعني الشيء الوحيد فيني اقوله انه شوفوا دكتور نفسي بس. هلا اذا كان صديقتي اكيد بنعمل مشاريع بنعمل طلعات بنعمل غير انه تشوف دكتور يعني مختص بهالاشياء هاي. حظوظنا وابراجنا وتوقعات الفلك لليوم مع مدام نجلة قباني. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا رنا، واشتقنا لك. وانا كثير. يسعد اوقاتكم. صباح الخير للجميع. اليوم 12/8، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال المشتري الى جانب زحل، كوكبين كبار اثنيناتهم عم بيتراجعوا في برج الجدي، ما زال المريخ في الحمل، زهره في برج السرطان، وعطارد في برج الاسد. هلا هاي الخريطه الفلكيه بتعني انه مواليد برج الميزان، السرطان، الحمل، الجدي لازم ينتبهوا على المستوى الصحي. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم أحداث مفاجئة ربما تخليه يصرف أكثر مما يجب. هلأ أنا بقول الأحداث هاي بالفرح وليس بالزعل، سفر، شراء عقار، سيارة، ضيوف، فرح في العيلة، كل واحد حسب وضعه. بس هاي الأيام عم بيسترد مستحقات منزله، يمكن مولود برج الحمل ما عم يخلو من ضيوف، وأنا بنصحك إنك تحاول الاستغناء عما لا يلزم. تعرفها هاي عما يلزم؟ لا يلزم؟ يعني ما بظن حدا مواليد برج الحمل بيعرفها على كل الأحوال. عندك رغبة مولود برج الثور إنك ترتب أمورك، والحظوظ الحقيقة اليوم مساعدة لفئة بكير، لنشاط، للطف موجود جواتك، تطلعوا لتوافق، تبدو أكثر نشاطاً، أكثر دبلوماسية، قادر تحكي تناقش اليوم للحلول، لتفتح قلبك وعقلك، لتسعد يمكن للقاء مهم أو لتشوف ناس بيسعدك رؤياهم. في بعض الممارسات الفوضوية حوالين مولود برج الجوزاء اليوم، ما بعرف، لا تنصح غيرك بنصايح أنت نفسك ما بتعملها. اليوم بالذات حاول تنتبه صحياً نفسياً، ضايق خلقك. هلأ صار لك يومين ثلاثة ما كتير مرتاح مولود الجوزاء، تبدو معنوياتك منخفضة أو شديد الانفعال. هلأ حس حاله اليوم مولود برج الجوزاء هيك لحاله بمفرده عم يتخبط وما عم يعرف حاله شو يعمل. ما في شيء سيء إذا أنت ملاحظ، لأنه كل الكواكب في أماكن مناسبة، بس اليوم صايبك موجة كسل. عزيزنا مولود برج السرطان، اليوم عم تسعد لسفر إذا وضعك يسمح، أو مناسبة جميلة، أو أناس جدد، أو نشاط ثقافي، لقاءات، تجمعات. يوم إيجابي لتكون مرتاح، لتكون هادي، لتسعى لتمتن علاقاتك، ليكون في حواليك نوع من أنواع الناس الجدد، أوساط جديدة، دعوة يمكن. يعني اليوم عم تقضي أغلب وقتك مولود برج السرطان مع ناس أنت بتحبهم. الأكثر تعباً أنا بشوف إن المواليد برج الأسد اليوم، يعني في عندهم نوع من أنواع التعب، وصلهم يومين ثلاثة مانهم بأريح حالاتهم، عم بيشعروا إنه في حواليهم نوع من أنواع التصرفات العشوائية، أو عندهم نوع من أنواع الإحباط، أو عم بيشوف اليوم الأمور سودة مولود برج الأسد. وأكيد الأمور ما أنا هيك، يعني ما في بالدنيا يا أسود يا أبيض، في شوي هيك شوي هيك، وهذا هو الطبيعي. حاول تسمع وجهة نظر الآخرين، حاول إنك ما تعصب من أمور صغيرة، لأنه اليوم ممكن الأمور اللي عم بتضايقك شغلات كتير صغيرة وبتقدر تتعداها تماماً، خاصة إنه اليوم والد يكون في نوع من أنواع العدائية تجاهك، كلمة، صوت عالي، يعني وارد، ما رح أقول لك لا. مولود برج العذراء اليوم محاولات لترتب أمورك، والحظوظ الحقيقة مساعدة، الناس حواليك مقتنعة بمواهبك، الأهم أنك شديد التأثير بالآخرين، ما بعرف عملياً أو عائلياً. في وعود بهي الأيام على كل، ما بعرف مبارح، اليوم، بكرة، يعني في تعويض بالنسبة لك. حاجتك 3-4 شهور التعب اللي صار لك فيهم اللي ما كنت كتير مرتاح، اليوم الأمور أفضل بكتير، كأنه عم تطلع مثل ما بيقولوا بحافلة أو بباص أخذك باتجاهات أفضل. يوم عموماً جيد لك. مولود برج الميزان اليوم حاول تطلب مساعدات، لأنه في حواليك، ما بعرف إذا أنت عم بتساعد غيرك أو غيرك ممكن يكون عم بيساعدك، بس اليوم عم تشرح وجهة نظرك بطريقة
مفهومة أكثر، لبقة أكثر، لطيفة أكثر، الناس مبسوطة بضحكك بتفاؤلك. مولود برج الميزان، عندك إنجازات، عندك مساعدات، محبة، قصص مالية ممكن تلاقي لها حلول. اليوم في عنده مولود الميزان حيوية وطاقة. العقرب هو اللي مو كتير الأريح اليوم، هلأ صار لك كمان يومين ثلاثة مو كتير مرتاح، خاصة إنه عندك بعض الالتزامات اللي ما عم تزبط مثل ما أنت بدك، أو لازم شوي تتحقق من مواعيدك أو تحاول ما تصير مشاكل. عم تتزمر اليوم ونازل فينا أفأفة مولود برج العقرب لبعض الهفوات الصغيرة ربما، أو لبعض العلاقات المتوترة ربما. ما في شيء أساسي إذا أنت ملاحظ، بس إنه اليومين ثلاثة مانك كمان بالفترات الأريح. في حدا كأنه عم بيستفزك من الناس اللي حواليك، فيك تتعدى على كله وتنسى. اليوم القوس عنده مسؤوليات إضافية، يعني مثل كأنه واحد متعب ومشغول وعنده 100,000 قصة شغلته وعم تجي شغلة زيادة بقى. ما بعرف، على كل أنت حدا بيتحمل مسؤولياته، بس عندك نوع من أنواع حالة عدم الرضا، يعني حاسس أنه هاي القصة ما لازم تصير، كانت ماني ناقص مثل ما بيقولوا، يعني هاي الأعباء اللي على كتافي. في شيء نفسي بخليك ما كتير ترتاح، والأهم نصلي يومين ثلاثة عم لك شوي انتبه صحيا لألك أو لأحد أفراد العائلة. مولود برج الجدي اليوم الأمور لألك جيدة، خاصة الشيء اللي عم بيدور جواتك قادر اليوم تحكي فيه، تناقشه أو تلاقي له حلول. اليوم أنت أكثر وضوح بشرح مشاعرك مولود برج الجدي، يمكن يكون في اعتذارات لألك أو حدا عم يندم على مواقف سابقة، ربما عندك نوع من أنواع اللقاءات. أنت عم تزرع بهاي الفترات، الحصاد آتي على كل الأحوال، وعلى غير العادة عم بتبرر أخطاء الآخرين. يعني هلأ أكثر حدا مولود برج الجدي بيدقق على أخطاء الآخرين وبيقول هذا صح وهذا غلط، بس اليوم عم بيبرر، عم بيسامح، عم يغفر. الأيام إيجابية وأنت نفسيتك أفضل. ما فينا ننكر على كل الأحوال أنه كل المتبقي من العام لآخر السنة نفسيتك ما حتكون كتير الأريح، بغض النظر أنه الشهرين الجايين حلوين، بس يعني أنت نفسيتك ما حتكون الأريح بسبب وجود المريخ في برج الحمل اللي بيخليني أحذرك نفسياً وصحياً. هلأ دائماً نحن لما بنحذر نفسياً لا تعني فقط الجسد، تعني أيضاً المضايقات النفسية. وضع عاطفي أو عائلي مضايقه شوي اليوم لمولود برج الدلو، ما بعرف في مصاعب حواليك، وصل لك كم يوم عم بتدقق بتفاصيل، عم تسمع أخبار، عندك نوع من أنواع التوتر أو النفور. يعني هلأ ما بتمنى أنك تزيد القصص، لأنه أنا برأيي أنه ما في شيء سيء، مجرد كلمة عفوية، مجرد نوع من أنواع القلق، مشاعر سلبية، هاي قصة بتصيبنا كلنا وبكل الأوقات. ومولود برج الدلو حلاوته بقى أنه يعني هاي عم بتصيبه 10 دقائق في النهار، نص ساعة بالنهار، بس ما ممكن تزيد عن هيك، أنه خلص أنت حدا كائن متفائل وبترجع بالعموم بتعيش حياتك بشكل طبيعي. اليوم للحوت فاتحة لقرارات جديدة، أحد الأشياء الجيدة اليوم هي المصالحات، فما بعرف إذا عندك مصالحات أو لتطرح مشاكلك وتلاقي لها حلول. اليوم الأفضل لتفاؤل، لأمل، مولود برج الحوت لرغبة في الإنجاز عموماً، لتكون دبلوماسي أو لطيف. واليوم همك إسعاد نفسك، إسعاد أهلك، الناس اللي حواليك، أعصابك متينة ومعنوياتك مرتفعة. صباح الخير لمولود اليوم، لمولود 12، كل عام وأنتم بخير. متحدث، بارع، نشيط، مناقش، يحب الحديث ويتعلم من النقاش، ليس عنيداً، يمتلك لطف إيجابي، طبعاً دايماً بيسمع آراء الآخرين، يعني هذا بيخليه يجمع حواليه دائماً كمية من المساعدين الأكثر ذكاء وفهم من الآخرين. ما بيحب يكون مميز على كلهم، يحب للتجمعات والحفلات، الأصدقاء أو السفر، يكره الروتين، يحب التجديد، الأكثر توازناً والأقل تملكاً من مواليد برج الأسد المشهورين بمحبتهم للتملك. لا هو أقل شوي، يعني مليء بالذوق على كل تصرفاته هادئة، يمكن يكون متقلب شوي، هذا طبيعي، هي قصة موجودة بكل الأبراج النارية، بس يعني هو من الأشخاص اللي لما بياخد قراراته بياخدها بطريقة ثابتة جداً. طبعاً السنة اللي قاله للتواصل على أعمق المستويات، محبوب، مرغوب. أنا عم بحكي المتبقي من السنة، خاصة هالفترات، يعني هالشهر على الأقل ممكن يكون لترقية أو سفر أو نتائج امتحانات تسعدك،
الأشهر القادمة بقى هي اللي رح تكون أفضل على صعيد الأمور الشخصية والأمور النفسية. يعني في شيء إيجابي خلال السنة؟ أنا بعتبرها سنة للتغييرات بامتياز بالمتبقي منها. إن شاء الله أيامكم سعيدة ومسائلكم أكيد على 18:45. فينا ناخذ من عندنا نجولة؟ فينا. أوكي رح أخذ من عندي لأنه عندنا مشاركتين يعني كثير هيك ملحين. في عندنا ليليان جديد مواليدها 1/10/91. هي ليليان بنت رجاء عم تسألنا على كل شيء. أمورك جيدة يا ليليان بالعموم وعندك سنة مهمة بالمتبقي منها، رغم أنه هذا الشهر أنت ما كثير مرتاحة. الأشهر القادمة رح تكون أفضل من 9 إلى 12. أنا بظن أنه وارد يكون في نوع من أنواع التغييرات على صعيد ارتباط، تغيير بالمهنة. يعني ما بشوفها كثير السنة الأفضل لا مالياً ولا صحياً. هاي الجوانب المفروض تنتبهي لها، بس أمور العواطف وأمور العمل هي الأفضل بالأشهر القادمة. هيك أنا ما بظن في تغييرات قبل 9 أو نهايات 8 يا ليليان. رح ناخذ كمان مشاركة ميساء 12/8/85 كمان عن كل شيء. اليوم عيد ميلادها. كل عام وأنت بخير يا ميساء، والأمور لك إيجابية يا ميساء وجيدة. متبقي من السنة مثل ما سمعتي مفرح، وارد إنه يكون فيه تغييرات. درة بنت فخرية، سعد أوقاتك يا درة. هي من مبارح كان عيد ميلادها، أول مبارح 10/8. سنة كتير مهمة بالنسبة لك، خاصة إنه صينياً حظوظك مساعدة. المتبقي من السنة مفرح يا درة، والأمور لك جيدة جداً كحظوظ. بانا بنت بانا 13/2013. يعني شو متوقع جاوبك بانا؟ صباح الخير لمنار بنت عزيزة 1/5/1989. رغم أنه كل السنة سيئة بالنسبة لك يا منار كانت، أو مانا مريحة أو مانا للتغييرات، إلا أنه المتبقي من السنة إيجابي وجيد ووارد أنه يكون للتغيير. سنتك الصينية هي سنة سعيدة جداً، وهي السنة اللي نحن بنعتبرها سنة بصمة، نتذكرها بنقول هاي السنة عملنا كذا، هاي السنة عملنا كذا. بس الأهم أنه برج الأسد بقى اللي أنت منهم هلأ بلش يساعد، والمتبقي من السنة مفرح. إن شاء الله يكون المتبقي من السنة مفرح للجميع. يسعد صباحكم وتضلوا بخير. صباحك يا مدام، شكرا كثير. رح نروح مع المشاهدين بالكاميرا لعند الشيف حسن ونشوف الأطباق كيف قدمت. تفضل يا شيف. هلا نحن مثل ما قلنا ساوينا فتات الجاز، ساويناها بالفقرة اللي شفناها شلون، بس حطينا فوق منها سمنة وحطينا شوية خبز مأمر. بالنسبة للشوربة المينستروني حطيت لها المعكرونة، وبما ما استوت المعكرونة حطينا شوية جبنة موزاريلا أو أشقوان على الوش، وجاهزة هيك. وألف صحة وهنا على قلبك. شكرا كثير شيف دائما على الوصفات الطيبة، والأكيد اللي دائما بتحاول تقدمها بطريقة جديدة وبطريقة حلوة. شكرا كثير لإلك. هيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم أكيد بكرة بحلقة جديدة وموعد جديد. ووصيتنا لأنفسنا ولكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، التزموا بالإجراءات قدر الإمكان وظلوا بخير، لأنه مبارح 72 إصابة رسمية. العدد. إن شاء الله يا رب هالإصابات بتكون شافية بالقريب العاجل. ظلوا بخير.